إذا بنجدة بن عامر في اليمامة أيضا طائفة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال فنجدة بن عامر عظم بطائفته وبفرقته، عظم البلاء بهم في الأمة. ما الذي جرى؟ قالوا، سبحان الله، قالوا إن من اعتقد عقيدتنا ولم يذهب معنا ليقاتل فهو كافر، وقالوا إن يد السارق تقطع من الإبط، وقالوا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو كافر. قال ابن حجر رحمه الله فعظم البلاء بهم، قال وهم 20 فرقة.